في واحدة من أكثر القرى الفلسطينية تهميشا وفقرا، وعلى بعد 12 كيلومترا إلى شمال الشرقي من مدينة أريحة تقع قرية العوجة. 5000 مواطن بدأوا يشعرون بالتغيير بعد إنجاز عدد من المشاريع الهامة، أبرزها بناء وتطوير مركز بيئي يستخدم التكنولوجيا الحديثة في استغلال الطاقة الشمسية والنفايات الصلبة والمياه الرمادية واستغلالها بطرق إبداعية. نظام الطاقة الشمسية وهي بتوفرنا إضاءة وبتوفرنا الكهرباء. عندنا كمان نظام المياه الرمادية، هي المياه اللي بتيجي من الشاورات وبتيجي من الحمامات ومن الغسيل، وهي بنعاود استخدامها في ري الأشجار والمزروعات. كمان في عنا الزراعة العضوية، وهذه الزراعة احنا نبعد فيها عن كل المواد الكيماوية وبنستخدم فيها السماد الطبيعي زي الدبال، هو عبارة عن جميع الأكل بنعاود نحطه في مكان ونخزنه ونخليه يتحلل ونستخدمه كسماد زي اللي مبين عنا. هذا المشروع الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن برنامج الديمقراطية والحكم وبتنفيذ من مؤسسة أصدقاء الأرض الشرق الأوسط، جاء ضمن إطار مشروع جيران المياه الطيبون كمبادرة تعاون إقليمي ما بين الأراضي الفلسطينية والأردن وإسرائيل لحماية مصادر المياه في المنطقة والبيئة بكل مكوناتها، خصوصا وأن هذه الدول تتشارك في مجموعة من الأنظمة البيئية. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي من الداعمين الأساسيين. البيئة لا تعرف الحدود، ففي حالة عدم وجود تعاون يكون هناك خسارة للجميع. التعاون نحن نرى أن التعاون عندما يتعلق في البيئة هو ليس خيار وإنما واجب، لأن خلاف ذلك الجميع سيعاني. الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم يقتصر على المركز البيئي، بل امتد ليشمل بناء خزان وشبكة للمياه، مشاريع أنقذت السكان من شح المياه وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة صيفا، هذا إضافة لبناء مدرسة وتعبيد عدد من الطرق. شبكة المياه والخزان يعني هاي كنا نعاني كثير احنا بفصل الصيف بالذات من ضعف المياه ومن شحها ومن الشبكة، لأنها قديمة جدا كانت، يعني بسنة 82 انشأت وكان مد عشوائي، أنابيب أقطار لا تتعدى 2 انش وانش ونص انش، يعني كانت سيئة جدا. بنوا مدرسة ثانوية عنا للبنات، كان زمان ما في، كنا نطلع على أريحة ندرس بأريحة، وكان في مواصلات صعبة علينا، كانت في إشي بطلوا لأنه من قلة المواصلات. الدعم المادي لقرية العوجة وما نتج من مشاريع أدى إلى تحسين واقع الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في هذه القرية التي بات عنوانها التغيير والشراكة ما بين التجمعات السكانية المتنوعة.